لماذا اعتبر البعض أن مجرد الاشتراك في العملية الانتخابية ترشيحاً أو انتخاباً هو انتهاك للدستور؟ ألا يدل ارتفاع عدد المرشحين بالرغم من حملات المقاطعة والمسيرات والمظاهرات مؤشر بأن نسبة التصويت ستكون عالية؟ ألم يكن من الأجدر التصدي لتعديل قانون الانتخاب ومعارضته من خلال القنوات الدستورية، إما بالمشاركة ورفض المرسوم من داخل المجلس أو باللجوء إلى المحكمة الدستورية؟ هل حقاً ساهم مجلس 2009 و2012 المبطل في احتضان ورعاية بذور الطائفية والقبلية والفئوية حتى أصبحت جذورها مترسخة ومن الصعب اقتلاعها؟ بس حرية الرأي، حرية التعبير حق دستوري لكل مواطن، لا يسلبونا حقنا. احنا نقول لهم لا تسلبونا حقنا. احنا نقول نعم احنا اهل رأي، اهل ارادة حرة، لنا حق نعبر عن رأينا. متى ما شفنا الحكومة ومجلس ماشيين بالطريق الصحيح، احنا كشعب راح نوقف معاهم ونمد ايدنا لهم ونقول لهم نعم احنا وياكم. متى ما شفنا في خمار، متى ما أساءوا استخدام سلطتهم، متى ما خانوا أمانتهم، لنا حق نطلع ونعبر عن رأينا بطرق سلمية ونقول نعم 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 للحفاظ على الكويت، ولا 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 للخونة واللي فاقدين الأمانة. هذا اللي احنا نقوله. الآن هذه حق التعبير عن الرأي، الحق الدستوري اللي يحاولون يسلبونه منه. وأنا أقول وأكرر إن إحنا طلاب سلم، ما إحنا ضد العنف، ما إحنا طلاب عنف، إحنا ضد العنف. مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، حييكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج المنصة مع ضيفي لهذه الحلقة النائب السابق مشاري العصامي. مساك الله بالخير وطارق. يا هلا، حياك الله، حييك وحيي الأخوة المشاهدين. حياك الله، سعداء أن نلتقي معك مجددا على المنصة. وأنا سعيد جدا بوجودي معاكم اليوم. حياك الله، شرفتنا. خلينا أبو طارق نبدأ من الموضوع البارز اليوم على المشهد السياسي، وهو ما يتعلق بموضوع المقاطعين والمشاركين. بعض يتساءل اليوم، وأنت من أبرز الشخصيات في الجهة المقابلة، جهة المقاطعين لهذه الانتخابات المقبلة، هل كل ما يحدث اليوم بالكويت من أزمة سياسية عاصفة، البعض يصفها بأنها عاصفة، سببها مرسوم الضرورة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد، يعني خلينا أقول لك مدى خطورة مرسوم الضرورة. الأصل العام، إحنا عندنا الدستور الكويتي ومن أقدم الدساتير في الوطن العربي، بالعكس أقدم، مو من أقدم، أقدم دستور عربي الآن في الوطن العربي هو بالكويت بعد تعديل الدستور اللبناني. وهذا الدستور يجب المحافظة عليه، وصارت عدة محاولات، لمحاولة تنقيحه، لمحاولة القفز عليه، لمحاولة تهميشه، إنما إصرار الناس على التمسك بمكتسباتهم الدستورية حال دون أي مساس بهذا الدستور. اليوم
الفصل السلطات حسب ما تنص عليه المادة 50 من الدستور، في عندنا سلطة تشريعية اللي هي مجلس الأمة، مهمتها إصدار القوانين ورقابة الحكومة على مدى تنفيذها، مدى سلامة تنفيذها لهذه القوانين، وعندنا سلطة تنفيذية تنفذ هذه القوانين، وعندنا سلطة قضائية يحتكمون لها سواء السلطتين أو الناس المواطنين في تطبيق هذه القوانين. فإذا إحنا دولة مؤسسات. القانون الدستور في المادة 79 ينص على أن لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير، هذا كأصل عام. طيب، كأصل عام أن القانون ما يصدر إلا من مجلس الأمة. الاستثناء وين فيه؟ الاستثناء جاء في المادة 71، قال لك والله فيما بين أدوار الانعقاد أو في فترة حل مجلس الأمة لو حدث، والنص المادة 71 يقول إذا حدث فيما بين أدوار الانعقاد أو في فترة حل مجلس الأمة ما يوجب اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز للأمير أن يصدر بها مراسيم لها قوة القانون. طيب، فإذا هي سلطة استثنائية، هي سلطة استثنائية. فوين الحدث الآن؟ السؤال الآن المادة 71 تقول إذا حدث فيما بين أدوار الانعقاد أو فترة الحل، إذا حدث وين الحدث؟ الحدث يجب أن يكون آني، يجب أن يكون حدث في التو، في التو. وأنت ما ترى هذا؟ لا طبعا، لأن قانون الدوائر صادر من سنة 2006، صار له 6 سنوات، تمت عليه 3 انتخابات، في انتخابات 2008 وفي انتخابات 2009 وفي انتخابات 2012. 2008 و2009 مجلس الأمة كان عند الحكومة أغلبية، ما تكلمت عن تعديل قانون الانتخاب، ما تكلمت عن الصوت الواحد وتعديل الدوائر، ما قالت السلبيات اللي عددتها. ليش معنى 2012 بس؟ ليش معنى 2012؟ ها، ليش 2012؟ لأن لما طلعت ريحة الفساد فاحت في 2009، لما طلعت سالفة القبيضة ومغلبيضة والبلاوي هذه، ولما طلعت الناس بجموعها بكل مشاربها وراحوا ساحة الإرادة واحتجوا الناس، تم إقالة رئيس الوزراء وتم حل مجلس الأمة. استقال رئيس الوزراء، استقال أقيل، هذا موضوع آخر، هذا موضوع آخر. طيب، وتم حل مجلس الأمة. إذن ليش 2012؟ ايش معنى 2008 و2009 الحكومه كان عندها اغلبيه؟ وانا قاعد اسالك 2012 لسبب بسيط، ردت فعل الناس على ممارسات فاسده، على انه بعض الاعضاء الفاسدين حطوا ايدهم بيد حكومه وبدت المشاكل الفساد. بس هذا صار في 2009، لكن في 2012 الاغلبيه كانت موجوده، واغلبيه برلمانيه كانت هي تقريبا متسيده في المشهد السياسي. انا جايك في الموضوع، لما ردت فعل الناس على ما حدث في مجلس 2009، هذا ردود فعل المواطنين، هذا الانتخابات حرة تمت وطلع مجلس 2012. فإذا الحكومة لما فقدت الأغلبية داخل مجلس 2012 بدأت تتكلم عن تعديل الدوائر. بس تعديل الدوائر صار بعد ما تم ابطال مجلس 2012 عن طريق المحكمه الدستوريه. صحيح، يعني ما صار قبل، ما كان هناك تهيئه، ما كانت هناك دعوات او ندوات تقام في ذاك الوقت. صحيح، للمطالبه بتقليص الدوائر. صحيح، صارت عقب ما ابطل المجلس. صحيح، عقبها طبعا هي النيه اكيد متوافره، لان الحكومه ما كانت راضيه على المجلس 2012، والناس بعضهم راضي وبعضهم موافق، هذه الديمقراطيه. لكن لما جت الفرصه، المحكمه الدستوريه ابطلت مرسوم الدعوه للانتخاب ونواحي دستورية، وكانت المحكمة صائبة في صائبة في ابطال مجلس 2012. نعم، صائبة في ابطال مجلس 2012، لان رئيس وزراء مستقيل وقع على مرسوم الحل، والوزارة لم الكلام اللي طلع في ذاك الوقت لم تكتمل، كانت هناك تواطؤ من قبل السلطة القضائية، وأن هذه هي صفقة، وأن هناك تدخلات سياسية من أجل الوصول إلى موضوع إبطال مجلس 2012، هذا ما تعتقد؟ لا لا لا، إحنا لاجب أن نحترم القضاء، وأنا قلتها في أكثر من ندوة، أنه الحكم رائع
حكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس 2012 رائع، ليش رائع؟ ويشكل سابقة يعني تاريخية في تكريس مفهوم الفصل بين السلطات واحترام الدستور، لأن المحكمة الدستورية في سوابقها بتشكيلها السابق كانت ما تمس المراسيم الأميرية بالمرة، وكانت تقول هذه أعمال سيادة أنا مو شو اختصاصي، لكن هالمرة الآن دخلت بغض النظر عن هل حل مجلس 2012 ما حل، إنما لكن ترى أنت المحكمة الدستورية وضعت إيدها على الأوامر المراسيم الأميرية والمراسيم بقوانين بشكل سليم لا تشوبها إشاعة، لا أبدا. طيب. أبدا، وحنا نحيي المحكمة ورجال القضاء في هذا التوجه الجديد. طيب. للمحكمة الدستورية. طيب خلينا نرجع مرة ثانية على موضوع مرسوم الضرورة. تحدث قبل شوية أبو طارق على موضوع مرسوم الضرورة وأن لا توجد هناك ضرورة تستدعي صدور هذا المرسوم بتقليص أو تعديل قانون الانتخاب بتقليص عدد الأصوات. دكتور عادل الطبطبائي من الشخصيات التي دائما يعني يرجع لها أكيد. في مجال الدستور في 3 نوفمبر هذا كلامه، إن تحديد حق الناخب بعدد الأصوات التي يحق له الإدلاء بها هي سلطة تقديرية للمشرع يمتلكها سمو الأمير في حالة حل مجلس الأمة، وعلى أن تكون تحت نظر مجلس الأمة عند انعقاده أو المحكمة الدستورية عند الطعن بمرسوم القانون عند اللجوء إلى هذا الخيار. المراسيم بقوانين التي صدرت خلال حل مجلس الأمة إنما تمت وفقا للمادة 71 من الدستور، وهو حق يملكه سمو الأمير عند حل مجلس الأمة. طيب حلو، كلام حلو، هذا تصريح صحفي. نعم في 3 نوفمبر جديد تازع. طيب أنا أكلمك عن الأستاذ الدكتور زميلنا والأستاذ الدكتور الفاضل عادل الطبطبائي، عنده كتاب النظام الدستوري في الكويت صادر بالطبعة 5 منقحة صادر سنة 2009، جايب مثال حي لواقعنا الحالي. يتساءل يقول ماذا لو أثناء فترة حل المجلس الأمة ماذا لو قامت الحكومة بتعديل قانون الانتخاب؟ وهني يرد على نفسه ويقول إن تعديل قانون الانتخاب يتعارض مع المبادئ الدستورية التي تحكم عملية الحل، ويضيف فإذا كانت السلطة التنفيذية قد حلت المجلس مثل حالتنا الآن ثم شرعت بتعديل قانون الانتخاب هذا اللي صار عندنا الآن فكأنها بذلك ترسم الطريق الذي يمكنها من ضمان وصول أعضاء جدد يؤيدونها في موقفها من المجلس المنحل، وبذلك تهدر فكرة تحكيم الشعب في الخلاف الدائر بين السلطتين. ترى هناك اختلاف يعني بين الكلام السابق والكلام الجديد، لأنه هو علق على هذا الكلام، علق على الكلام الصادر في 2009 وقال أن الوضع الحالي لا تنطبق عليه الكلام اللي قيل في 2009. عفوا الدكتور عادل الطبطبائي في تصريحه الصحفي طبعا بثته وكالة الأنباء الكويتية، يعني فهم شلون، وواضح أنه نشر في كل الصحف، هو بيقول أنا أتكلم عن ما تكلمت عن الدوائر، أنا تكلمت عن الأصوات، الدوائر موضوع آخر لكن الأصوات حق لسمو الأمير. أنا أقول له أنت تتكلم عن تعديل قانون انتخاب برمته بكل ما ورد فيه، فإذا القصة الآن قصة أن في فترة حل مجلس الأمة الحكومة لا تملك حسب كلام الدكتور عادل الطبطبائي أنه لا تملك أنها تعدل في قانون 2009. نعم. بس في نوفمبر والله حسب كلامه هذا موضوع آخر، هذا حق أصيل لسمو الأمير. طيب في فرق بين تصريح الصحفي وفي فرق بين كتاب فقهي من أستاذ فقه دستوري يدرس في جامعة الكويت ودرس في طلبة طيب الحقوق، هذا رأيك. وإحنا كمحامين وكرجال قانون نستعين فيها. طيب خلينا نستحضر يعني أنا عندي مجموعة من الآراء الدستورية كلها. هذا ذكرت الحين مثال كان الدكتور عادل الطبطبائي، أيضا خبير دستوري الأخ الفاضل الدكتور محمد المقاطع أيضا ذكر تعديل قانون الانتخاب بالمرسوم رقم 20 لسنة 2012 مع أهمية تأكيد أن المشروعية الدستورية متوافرة له، فقد صدر استنادا إلى الدستور من سلطة مختصة به وتملك تقدير الضرورة وبالشروط المحددة بالدستور تحت رقابة القضاء الذي يملك أن يقرر عدم دستوريته لو كان لذلك أساس يستند إليه. صحيح، يعني إحنا ما حد يشك أن المادة 71 تعطي لسمو الأمير الحق في إصدار مراسيم الضرورة، أبداً
احنا ما نقول هالكلام. بالتالي المرسوم دستوري؟ لا، احنا بنقول اذا توافرت شروط اصدار هذا المرسوم. هو قاعد يقول المشروعيه الدستوريه متوافره له فقد صادر استنادا الى الدستور من سلطه مختصه. هذا حقه وكلامه اللي يقول. تختلف وياه؟ لا طبعا اختلف وياه، لكن انا اقول استاذنا الدكتور عثمان عبد الملك رحمه الله عليه يقول ان وجود حاله الضروره شرط اساسي في مشروعيه المرسوم بقانون بحكم الدستور. يعني يجب احنا نتكلم الان فرق، لازم نفرق بين حالتين، حالة حق سمو الأمير في إصدار مراسيم الضرورة، وهذه لا أحد يختلف عليها، ما حد ما نختلف عليها، لكن نقول هل مرسوم الضرورة هذا متوافرة شروطه ولا لا؟ أين حالة بعض الضرورة؟ بعض الخبراء الدستوريين البارزين اللي ذكرنا أسمائهم قبل شوي قاعد يقولون إن نعم، وأنا ذكرت اسمين الحين منهم الدكتور المقاطع والدكتور الطبطبائي، وهذا اسم ثالث أنت ذكرت قبل شوي دكتور المرحوم عثمان عبد الملك، أحد تلامذته الدكتور محمد الفيلي الخبير الدستوري. نعم. إن الإشكالية في مبدأ الصوت الواحد تكمن في توافر الضرورة من عدمه، وأن الاختصاص في تقدير الضرورة ينعقد لمجلس الوزراء ورئيس الدولة. نعم. وفي المقابل يوجد اختصاص بالمراجعة ينعقد لمجلس الأمة، ومن المنطقي أن ينعقد أيضا للقضاء الذي يراقب دستورية هذا التقدير. صحيح، قاعد يقول أن يعني تقدير الضرورة صحيح. في النهاية متروك لسمو الأمير، ما حد يشك فيها. احنا قلنا تقدير حالة الضرورة اتركها للحكومه لسمو الامير. طيب هم وصلوا لقناعه ايا كانت هذه القناعه. لا احنا نتكلم إن نعم هناك ضروره، احنا نتكلم عن وين الضروره. الضروره احنا مو شرط انها تكون والله ضروره موجوده من 2006. انا اعطيك مثال لها، الحكومه لما حل مجلس 2012 بدات تتكلم عن موضوع الدوائر وعدم يعني التكافؤ الأصوات في كل الدوائر الانتخابية، راحت للمحكمة الدستورية وقالت في قانون الدوائر ما لم يقله ما لكم بالخمر، عددت كل السلبيات اللي جت في قانون الدوائر ودتها المحكمة الدستورية، والمحكمة الدستورية قالت والله هذا صحيح الكلام اللي بتقولونه، لكن هذا مختصاصي، أنا عندي مادة بالدستور بتقول يحدد عدد دوائر بقانون فقط. شو الشاهد من الكلام؟ الشاهد ان هذا اختصاص المشرع، المحكمة الدستورية. المشرع من هو؟ المشرع هو مجلس الأمة. المشرع مجلس الأمة. الخطورة في مرسوم الضرورة وينه؟ الخطورة في مرسوم الضرورة ان يعطي سلطتين للحكومة، سلطة إصدار قانون وسلطة تنفيذ. الخطورة اليوم في 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 هذا الموضوع ان الحكومة تفصل بدلة على مقاسها، هذه هي الخطورة. بس قاعد يعني اقول لك احنا وفقا يعني للدستور أنا أقول لك حسب كلام الخبراء الدستوريين قبل شوية على سبيل يعني خلينا نسلم جدلا ان بالفعل هي الحكومة الان قاعدة تفصل ثوب على قدها. نعم، لكن قاعد اقول لك وفقا للدستور انا قاعد اترك الامر للقبول او للرفض لوسيلتين، اما المجلس القادم يقبل او يرفض، وهناك سوابق كثيره صارت في السابق، صح، او الى اللجوء الى المحكمه الدستوريه. خليها تفصل لشانش من الحين لباكر. لا خلينا، بس اكو بعدين عندنا وسائل طيب دستوريه خلينا حلو نطبق عليها. حلو حلو، خلينا نفرق بين حالتين، حاله ان المرسوم يوافق عليه او يرفضه مجلس الامه، وحاله انه يطعن عليه بعدم الدستوريه. طيب صح؟ صح. طيب خلينا نروح للمثال الاول، الحاله الفرض الاول. لما يروح لمجلس الامه المرسوم، طيب انا اقول لك هذا الدكتور عادل الطبطبائي في كتابه بيقول اذا كانت السلطه التنفيذيه قلت حلت المجلس ثم عفوا اذا لا شك ان اعضاء المجلس الجدد الذين وصلوا الى مقاعد البرلمان عن طريق قانون الانتخاب المعدل سيوافقون عليه لضمان استمراريه عضويتهم في المجلس. هذا الكلام الاساسي. الان شوف الحاله الحديه اللي وصلنا لها اليوم، يقولون ليش تقاطعون؟ دشوا دخلوا الانتخابات وروحوا سقطوا القانون في مجلس الامه. انا هذا اللي بالضبط اللي ابي اعرفه، ليش ما دشيتوا الانتخابات؟ صح. وليش ما بدل المقاطعه واسقطتوا المرسوم؟ لكن ابي اسمع منك الجواب على المنصه بعد الفاصل. فاصل حصري. يلا. We'll be right back.
الإحباط تسود الشارع الكويتي، والسبب مثلث الحكومة والبرلمان والمواطن. بهذه الكلمات يصف النائب السابق مشاري العصيمي المشهد السياسي المحلي. العصيمي يشير في كلامه لمفارقة كون سلطة التشريع أصبحت أقل من سلطة الرقابة، حتى صار بعض من يشرع القوانين هو أول من يخالفها، وصار لدينا نواب متعسفون يطبقون أدواتهم الدستورية لمصالح شخصية أو حزبية، ونواب آخرون يحركهم أشخاص من خارج المجلس، وبالمقابل لدينا حكومات تمارس الفساد وتخرق القانون وتصنع نواب الخدمات وتدور في نطاق ردود الأفعال، مؤكدا بأنه لا إنجاز حقيقي للسلطتين دون تعاون حقيقي بينهما. فضلا عن الحكومة والبرلمان، يضع العصيمي جزءا كبيرا من المسؤولية على وعي المواطنين الذين بات الكثير منهم ينتخبون وفقا لمعايير طائفية وقبلية، مطالبا بصحوة في وعي الناخب، وإلا فلا صلاح في المشهد السياسي. على الرغم من انتقادات العصيمي وحالة الإحباط التي يشير لها، إلا أنه يقول أنه لا زال يرى الأمل، والرهان حسب كلامه على الشعب الكويتي الذي عجز حتى الغزو الصدامي على النيل منه. شعب كهذا، يقول العصيمي، قادر بكل تأكيد على التغيير نحو الأفضل. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وطارق، لازال حديثنا مستمر حول موضوع مرسوم الضرورة والأزمة السياسية اللي المتعلقة بهذا الموضوع. النائب السابق الفاضل عبد الله الرومي في تصريح له وجه دعوة لإسقاط مرسوم الضرورة هذا من خلال إما الترشيح، ترشيح المشاركة في الانتخابات، أو الطعن به بالمحكمة الدستورية. أنت قبل الفاصل قلت إن تبي تتكلم عن هالجزئيتين. أول شيء تبي تتكلم عن الأسباب اللي ما خلتكم تشاركون في هذه الانتخابات وداخل المجلس تسقطون مرسوم الضرورة. صحيح. شوف، هي العملية أول شيء علشان إحنا نتكلم إن كل الصحف اليوم تكلم وجماعة الحكومة إن شاركوا وسقطوا داخل المجلس. أنا بينت إن مرسوم الضرورة. إحنا عشان بس نوضح، عبد الله الرومي ما تعتبر بعد من جماعة الحكومة. لا لا. إنه هو دعا للمشاركة. لا، رجل عزيز ومواطن مخلص وحييه أنا بهالمناسبة. فمو كل من دعا للمشاركة هم جماعة الحكومة. شوف خلينا أقول لك شغلة. أنا أحترم الرأي والرأي الآخر، وأنا لا يمكن إني أخون أي شخص يتخذ قراره بمحض إرادته. من يشارك يشارك، إحنا نحترمه ونقدره. من يقاطع يقاطع. فكل مواطن كويتي وكل مواطنة كويتية لهم الحق في اتخاذ القرار اللي يرونه صائبا بدون أي إرهاب، بدون أي تخوين. راح أرجع أنا بعدين على هالجزئية وما يثار الآن في شارع سياسي. لذلك ليش الحين، ليش ما شاركته حسب كلام عبد الله الرومي وأسقطته المرسوم في المجلس؟ طيب، بدال ما تتحين الفرصة للآخرين الآن. خليني أقول لك شغلة. أنا أولا أتكلم من حيث الشكل. أنا أعتقد أن مرسوم الضرورة صوت مفهوم الصوت الواحد لا تتوافر فيه شروط مرسوم الضرورة، لأن الضرورة غير متوافرة، وهذا شرحناها. الأمر الآخر، لو الآن راح يجي المجلس الجاي بتركيبته اللي كل معروفة سلفا، ويجي المجلس علشان يسقط المرسوم، مرسوم الصوت الواحد عشان يرفض، يجب موافقة 33 عضو عليه. طيب، اليوم على الأقل أنا بفترض أن المجلس الأمة 50 عضو والحكومة 16، لازم يكون في وزير على الأقل من الأعضاء يكون وزير، فخلنا نقول في 49 عضو مجلس الأمة وفي وزير واحد من الأعضاء دش الحكومة، فعندنا 49 عضو، عندنا 16 وزير، المجموع 65. طيب، الأغلبية وين؟ اللائحة الداخلية لما جيت تتكلم عن المراسيم بقوانين اللي هو حالتنا هذه، نصت في المادة 114 من اللائحة الداخلية إن لا يرفض هذا المرسوم إلا بأغلبية الأعضاء اللي تألف منهم المجلس. طيب، يعني عشان ترفضه تحتاج 33 صوت. أنا بسألك اللي نجحوا في المجلس من خلال هالانتخابات، هل توافر 33 شخص رفضه؟ جيد، ماشي، خوش سؤال. خلينا ارد عليك على سؤال ثاني على نفس الجزئيه هذه. الكلام الحين مو قاعد يصير ان
هل المجلس القادم قادر على اسقاط المرسوم؟ لانه يمكن بالاساس ما يبون يسقطون هذا المرسوم، لانهم مثل ما تفضلت هم شاركوا، يمكن نعم اغلبهم، ما بقول الكل، لكن الاغلب ممكن موافق، وبالتالي ماكو نيه لاسقاط هذا المرسوم. كلام عبد الله الرومي واخرين، ليش بالبدايه ما شاركتوا بحيث ان ترجعون توصلون مره ثانيه هناك معارضه تكون موجوده وتنزعون هذا، يعني تنزعون فتيل الازمه المتمثل في المجلس القادم، وتوصل أغلبية قد تصل إلى 33 مع كثير من النواب، لا لا وبالتالي تسقطون هذا المرسوم. احنا قاعد نتكلم عن المشهد لا لا قبل لا, لا 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 الموضوع موضوع مبدأ، الموضوع موضوع مبدأ. احنا نعتقد ان الحكومة لا يمكن ان تمسك بيدها سلطة التشريع بإيد وسلطة التنفيذ بإيد، وإلا في هذا هدم للدستور. اليوم القانون ما المفروض ما يصدر إلا مجلس الأمة، إلا في حالة الضرورة. اللي بعض الخبراء الدستوريين قاعد يقولون إنها متوافرة في هذا المرسوم. والله هذا رأيهم، كل واحد له رأي. أنا بالنسبة لي خطورتها، خطورة الموضوع إن يعني سلطة التشريع إصدار القانون وسلطة التنفيذة أصبحت بيد الحكومة، والخطورة الأخرى إن الحكومة اليوم تلبس بدلة، تفصل بدلة على مقاسها. وهذه هي الخطوره في الموضوع. احنا نقول والمجلس القادم قاعد يقول انت 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 اكد البدله هذه اذا مناسبه لللبس ولا غير مناسبه، هذا او المحكمه الدستوريه تفصل. هذا موضوع اخر. الحكومه احنا لو كانت تتبع الخطوات الدستوريه عندها اغلبيه في كل المجالس السابقه، في كل المجالس السابقه كانت تملك الاغلبيه. طيب حتى في مجلس 2008 و2009 ليش ما قدمت تعديل على قانون الدوائر اذا كانت ترى فيه السلبيات؟ الشغلة الأساسية لو كانت الانتخابات جرت في حسب القانون السابق وجت الحكومة بطريق دستوري وقدمت مقترحات للتعديل، ما في حد يعترض عليها، حقها تقدم ما ترى من التعديلات، إنما أن تنفرد وأن تفصل على مقاسها بدلة وتشترط أمور معينة في طيب. هذا مرسوم، هذا شيء مفروض. خل أسأل بطارق سؤال مباشر وأبي جواب مباشر. نعم. على سبيل على على على, على فرضية أن بالفعل هناك انزعاج من قبل الحكومة، انزعاج من قبل السلطة من مجلس 2012 المبطل اللي أنت قبل شوية أشدت بقرار المحكمة الدستورية اللي أبطلته، وحان وقت تعديل قانون الانتخاب بمرسوم ضرورة كما يجيز تجيز المادة 71، مارست حقها في هذا الجانب. مرة ثانية إذا هي بالفعل أقدمت على هذه الخطوة، طيب ما هي قاعد تقول في المقابل المجلس القادم أو المحكمة الدستورية تعالوا وبطلوا هذا الموضوع، يعني خلي يسقط القانون عن طريق المحكمة الدستورية أو المجلس القادم، وين المشكلة هني؟ لا لا خليني أقول لك شغلة، إحنا في سوابق دستورية عندنا، في سوابق برلمانية تركزت مضبوط اليوم عندنا، يعني إحنا رفض المراسيم مو شيء اساسي، يعني مو شيء جديد. احنا في مجلس سوابق في مجلس في سنه مجلس 2009 الغينا قانون محاكمه الوزراء، والمحكمه والحكومه ودتنا الى المحكمه الدستوريه علشان قانون محاكمه الوزراء بس، والغيناه وصدرنا قانون محاكمه الوزراء جديد. اليوم في سنه 99 لما حلوا مجلس الامه اول مره حل دستوري، في مجلس 96 لما حلوه تمت خلال فترة انتخابات الحكومة صدرت أكثر من 60 مرسوم بقانون، طبعا للأمانة أكثرهم ميزانيات، لكن في بعض القوانين طلعت في مراسيم مراسيم ضرورة وكانت يعني بقوانين مرغوبة شعبيا، مثل قانون الشركات، مثل قانون حق المرأة في الانتخاب، في كثير من القوانين، بعض القوانين احنا كنا مقدمين فيها اقتراحات بقوانين، لكن لما جينا في المجلس سنة 99 هذه المراسيم وقفنا وصوتنا ضدها وألغيناها كلها، طبعا ما عدا الميزانيات اللي هي كانت توفر في حالة الضرورة ألغيناها. ليش؟ هذه أنا عندي مضبطة 23/11/1999 أول جلسة لمجلس الأمة يناقش فيها المراسيم بقوانين اللي اصدرت في فترة الحل. طيب. وقلنا إحنا إن هذه ما يجوز الحكومة تمسك إيد
تشريع تصدر قانون وتمسك ايد التنفيذ. اذا هذا في فصل سلطات، في مخالفه للماده 50 من الدستور. وانا قلت في نهايه كلمتي، قلت ان احترام نصوص الدستور يفوق اي مبدا او اي منفعه اخرى. يعني احنا من هذا مره ثانيه، وهذا مره ثانيه كلام مطار في المقابل هناك ايضا، يعني قبل شوي استشهد، احنا ما نرد نعيد الكلام مره ثانيه، لكن استشهدنا ببعض الخبراء الدستوريين اللي قبل شوي اللي قاعد يقولوا انها كل الاجراءات التي تمت فيما يتعلق بموضوع تقليص الاصوات دستوري. والله شوف، يعني خلينا ما نقول ولا تقربوا الصلاه، يعني الدكتور استشهد في الدكتور محمد الفيلي، بس محمد الفيلي ايضا لازم ناخذ رايه بالكامل. يعني ما يجوز، انا اقترح عليكم خلوا الدكتور محمد الفيلي يجي عندكم في المنصه واستجوبوه وشوفوا رايه، فهم شو، طلعوا لكم مستشار. يعني هو الحق، انا قلت لك في فرق بين الاعتراف بالحق المطلق لسمو الامير وللحكومه في اصدار مراسيم ضروره، انما متى ما توافرت شروطها. هل هذه الشروط متوافره؟ مرسوم الضروره شرع في فتره حل مجلس الامه او في فتره الصيف، ان اذا تمت بامور غير متوقعه مثل لا قدر الله زلزال، بركان، مش عارف ايش، امور طارئه او ضروره، هذه هني طيب هني اعطي الدستور، اعطى الحكومه الحق في اصدار مراسيم ضروره. طيب لكن مو تعديل دوائر قانون صار له 6 سنوات الان تجيني، لما راحت الحكومه ليش راحت المحكمه الدستوريه؟ الحكومه ليش راحت وليش عددت كل السلبيات في قانون الدوائر؟ خلاص المحكمه الدستوريه قالت كلمتها، قالت هذا مو شغلي، هذا اختصاص المشرع. طيب والمشرع هو مجلس الامه، اذا الان انتم فلستوا تشريعيه ايضا لما الحكومه في غياب مجلس الامه، لما الحكومه فلست من المحكمه الدستوريه الان تجي هي وتصدر مرسوم، هذا ما يجوز. طيب هذا ما يجوز. خليني ارجعك بطارق شويه بالذاكره الى سنه 81، انت شاركت في انتخابات 81 اللي جاءت بمرسوم ضروره. صحيح، خليني حصلت على المركز الثالث في ذاك الوقت، لكن في النهاية ما قاطعت الانتخابات على الرغم من أنه جات بمرسوم ضرورة. شو اللي فرق من 81 إلى 2012؟ صح، أول شيء أنا أشكرك على هذا السؤال، وهذا سؤال مهم جدا. يعني شوف، إحنا لما جينا في مجلس 81 انتخابات، كان مجلس الأمة معلق مواد الدستور لأول مرة سابقة دستورية، خرق للدستور بأوامر أميرية تم تعليق مواد الدستور، وهذه أول سابقة تصير بالكويت. وقعدت الحكومة من 76 إلى 81 5 سنوات لاكوا مجلس الأمة وعاثوا في البلد فسادا. فجوت الحكومة سنة 80 وأصدرت مرسوم بتشكيل لجنة تنقيح الدستور، وعينت ما أعرف عددهم كم، لكن أعتقد فوق 30 عضو، تعيين لتنقيح الدستور، قدمت تعديلات تفرغ الدستور من محتواه، حال البرلمانات العربية اللي موجودة الآن. فما في سلطة يصير الدستور أسد بلا أنياب. فاللي حصل إنه بعد ما يعني لجنة التنقيح واللي معينة من الحكومة رفضت بأغلبية أعضائها مبدأ التنقيح، رفضت مواد التنقيح. طيب فجت الحكومة وتبي تعرض، كانت النية أن هذه التعديلات تعرض على مجلس 81. فإذا إحنا كنا في جو مشحون اللي جاء في مرسوم ضرورة. نعم، فكانت القضية الأساسية إحنا أمامنا تقريبا أكثر من 20 مادة تعدل بالدستور وتفرغ الدستور من محتواه. فهني تنادينا، ما هني البعض يطرح ان كانت القضيه قضيه مبدا وهو رفض بين قوسين ممارسه السلطه لتقديرها الخاص في اصدار مراسيم الضروره، اذا هي مارستها في 81 وانتم حسب تقديركم تداعيتوا لان هناك خطر على الدستور، وبالتالي عشان ما يصير هذا الخطر
تغاضيتوا على موضوع مرسوم الضرورة للمصلحة الأهم وهو المحافظة على الدستور. الآن الكلام قاعد يرجع مرة ثانية أن هناك خطر أيضا على الدستور، وأن المجلس القادم إذا وصل بتركيبة موالية للحكومة راح أيضا ينتهك الدستور. أنت قبل شوية قلت خفتوا أن مجلس 81 يكون أسد بلا أنياب. نعم. الحين البعض قاعد يقول المجلس القادم أيضا راح يكون أسد بلا أنياب. صحيح. ليش تركتوه؟ بس أنا بقول لك شغلة، إحنا بال 81 كنا نتكلم في محورين، يعني حملتنا الانتخابية كانت محورين. المحور الأول تنبيه المواطنين إلى خطورة المقترحات اللي قدمتها الحكومة بتعديل الدستور، هذا مأخذ. المأخذ الثاني، الحكومة غيرت من 10 دوائر إلى 25 دائرة، من 5 أصوات إلى صوتين، وكنا نطالب، وأنا عندي في ندوات اللي سويتها عندي تسجيلات. التغيير أكبر كان هناك، لا عندي الدوائر مثل ما هي، لا لا الأصوات بدل 4 صاروا 1 طبعا. عندي تسجيلات لموقفي من مرسوم الضرورة بحد ذاته، وأن الحكومة لا تملك حق في تعديل. ومع ذلك لما جاء المجلس 81، من اللي اعترض؟ يعني خليني أعطيك مثال لها. من اللي اعترض على مرسوم الدوائر في مجلس 81؟ العشرة اللي وصفتهم بالعشرة الشرفاء، هم والحمد لله الباقين إن شاء الله شرفاء. خليني أقول لك شغله، اللي رفض المرسوم رئيس مجلس الأمة الله يشافيه العم محمد العتاني، واللي رفض المرسوم نائب رئيس مجلس الأمة الأخ أحمد السعدون، واللي رفض المرسوم الأخ مشاري العنجري، والأخ هذا الجلاوي، والأخ فيصل الدويش. طيب في 5 آخرين امتنعوا، اللي هم دكتور خالد الوسمي، الأستاذ عبد المحسن جمال، دكتور ناصر صرخوه، سيد عدنان عبد الصمد، والأخ فايز البقيلي. بس هذول 5 بـ5، وحتى الامتناع ما يعتبر، لازم رفض. فخمسة اللي رفضوا من 49. شنو الشاهد؟ أنا السؤال هو من 49. أصل المبدأ أنهم شاركوا، بغض النظر 5 إن شاء الله 1 هو اللي عارف. هذا الكلام، هم شاركوا. ما هذا الكلام أنا برد عليك لما تقول شاركوا ورفضوا. إحنا مو قضية مشاركة، إحنا نتكلم. فالخوف الحين إن ما تكون هناك أغلبية وتسقط المرسوم. ما نبي السابقة ان الحكومه بيدها تملك بيدها سلطه التشريع. يعني انا اقول لك تعتبر المشاركه في 81 ابو طارق بصراحه تعتبر المشاركه في ذاك الوقت خطا؟ انا اعتقد خطا، وقلناها خطا، لكن في خطا كان اكبر وداهم، خطا داهم، اللي هو ان الحكومه، انت لا تنسى ان الموضوع يعني يعتمد على وعي الناس. 30 سنه احنا نتكلم عن 31 سنه، ما نتكلم عن اليوم. اليوم في وعي للناس كبير، اليوم محاوله تعديل الدستور مواردة، في خوف الآن أن المجلس القادم الحكومة راح تكون بيدها المجلس ويتعدل الدستور. أنا أقول لها مستحيل، هذه ما راح تصير لأن الوعي زاد اليوم، ما راح يتعدل الدستور. ما راح الفاصل أبي أتكلم بالسجال اللي صار بينك عبر تويتر، بينك وبين النائب السابق علي العمير على المنصة بعد الفاصل. خلكم معنا. الأمانة الأخ الرئيس استوقفني أنا، وأرجو من الأخ وزير الشؤون أن يسمعني، والأخ وزير الشؤون، الأخ وزير الشؤون يسمعني بس دقيقة. طبعاً أنا الأخ الرئيس عندي شغلة واحدة بس أبي أفهمها. أمس أنا أسمع الأخبار بالتلفزيون يقولون أن وزارة الشؤون وافقت على استقطاع نسبة 7% من أرباح الجمعيات التعاونية للصرف على المحافظين، وأنا أقول للأخ الرئيس إذا الحكومة تبي تصرف على محافظينها اللي تعينهم واللي بدون شغل وبدون اختصاصات، فخل فقدة منهم ياخذ، ما عندهم شغل ولا عندهم اختصاصات ويصرفون بالهبل، فكونا منهم يا اخي. الشغله الاخرى يا اخ وزير الشؤون، اذا انتم تعطون، عطوا منها فلوس الحكومه يا اخوي، لا تعطوا منها فلوس الناس، هذه فلوس الناس، فلوس جمعيات تعاونيه. صرنا دوله اشتراكيه، احنا صرنا دوله شيوعيه، ما صدقنا على الله انهار المعسكر الشيوعي، رديتوا لنا انت وحيد. شنو هالحكي هذا؟ شنو هالكلام هذا؟ وين صرنا احنا؟ قول لي انت اولا، شلون انت تخصص اموال؟ ما تخصص اختصاصات؟ شلون يا اخ وزير الشؤون؟ علمني يلا.
شلون تعطيه فلوس ما تعطي اقتصاد؟ شلون تصير؟ تصير يا جماعة، هذا جزء مما يحدث في المجلس الوزراء، جزء مما يحدث في الحكومة. اسأل وزير التجارة، اسأل وزير الشؤون، اسأل وزير مدري شنو، اسأل وزير كلهم. أنا أقول هذا وزير الإعلام الأخ وصل الآن، مدام وصل وزير الإعلام وودى بعثه حتى أفغانستان، إيش عرفهم يغطون هناك؟ توهم رايحين. هذه شغلة. الشغلة الأخرى مودين واحد رياضي يغطي حدث سياسي. تنفيع؟ صارت تنفيع؟ مو تنفيع. فقضية شلون قاعد تصير؟ علمونا. يعني أنت يا أخي لا تقرب صوف فلوس الناس يا وزير شؤون، هذا كلام صحيح؟ مالك حق لا من ناحية قانونية ولا من ناحية دستورية تقتطعون من أرباح الناس وتعطونها محافظين؟ شنو هالحكي هذا؟ إحنا ما راح نرضى ولا راح نوافق على هالشغلة هذه. وما صرنا إحنا صرنا يعني آخر دولة شيوعية تنهار بالعالم، بعد ما انهرنا بعد لما الحين لازلنا إلى الآن دولة اشتراكية لأخر رأي. شكرا. خلي يردون عليه، خلي يردون عليه. يلا هاي 1 2 3. حياكم الله مشاهدينا الكرام. ابو طارق، السجال اللي صار بينك وبين نائب الفاضل السابق علي العمير على موضوع مرسوم الضروره واستحضار مجلس 81 ومجلس 99، وهذا كلام الدكتور علي العمير ان كانت، كان يوجه الكلام لك، ان كانت القضيه قضيه مبدا فسنجد نفس الاسماء دائما مع المعارضين للمراسيم، خاصه انها قد لا تحتمل الضروره. اذا القضيه قضيه مبدا، الرجل قاعد يقول ان بالتالي ليش صار هذا الاختلاف في 81؟ خلاف في 81 طبعا هو تصويت على مراسيم. انا اللي فهمته من مسج مالته او تويتر مالته تغريداته الاخ علي العمير، انه يعني بيقول انا مسك لي كلمه انا قلت الشرفاء، الاعضاء الشرفاء اللي رفضوا المرسوم. وطبعا ماني عارف حسنيه بغير حسنيه، لكن قال طيب هذا المجلس فيه سلف واخوان، ذكر اسامي جاسم الصقر والعون والسلطان والرومي وهن البراك والشامي، يعني هذا هذه موضوع اخر. يعني انا لما اقول كلمه الشرفاء ما يعني اصادر حق الاخرين بالشرف، الحمد لله الكل شريف. يعني كلمه يمكن قيلت انا ما اعنيها فمسك فيها، بس مو معناها ان يعني الباقين غير شرفاء. اليوم لما يتكلم ويقول والله في سلف وفي اخوان وفي غيرهم، بهالوقت اللي المعارضه والقوى السياسيه كلها متحده، يعني هذا واضح انه موضوع بس دق اسفين، محاوله يعني تفرقه القوى السياسيه و يعني خلق نوع من الشقاق. علي العمير نائب الفاضل علي العمير فرد واحد، هل هو يعني بيرد على هذا الكلام؟ هو يعني راح يدق اسفين بين القوى محاولة السياسية؟ محاولة، أنا أقول هذه محاولة، وأنا ردي عليه قلت له الكلام هذا. عموما يعني هو يظل رأيه وأنا لي رأيي وأنا أحترم رأيه ويجب أن يحترم رأيي، هذا الكلام. إنما أنا ما قصدت أي شيء آخر. طيب، فكلمة تقال من ضمن ندوة كاملة ما لازم يمسك فيها. الأمر الآخر هو يعني إحنا نتكلم عن سوابق مثل 81 مثل 99 مثل غيرها، مسك فيه قانون المرأة. أنا هلا موضوع مرسوم المرأة. إيه. في 99. 99. أيضاً البعض قاعد يقول إنه طيب هناك لبس، هناك اختلاف صار في 99 وأيضاً الآن. يعني ليش اللي كان جائز في 99 أو اللي قبل شوي قلنا كان جائز في 81 اليوم بات من المحرمات؟ اللي هو شنو المحرمات؟ موضوع المرسوم مراسيم الضرورة. مراسيم الضرورة. لا. أنا لا، أنت سألني عن نفسي. لا طبعاً أسألك عن نفسي. أنا قاعد أسألك عن أحد ثاني. أنا قاعد أسأل مشاري العصيمي فقط. أنا صوت ضد كل المراسيم، مراسيم الضرورة اللي اصدرت أنا شخصياً صوت عليها. 99 أنت قلت النواب اللي صوتوا ليس كمن طلب الحق فأخطأ، كمن طلب الباطل الباطل فأصل. بالنسبة لهم ذولي، بالنسبة لهم اللي وافقوا على مرسوم المرأة، إنما أنا شخصياً كل المراسيم بس وجدت لهم عذر. ابو طارق، البعض يقول انت التمست لهم عذر، وجدت لهم تبرير، ليش ما وجدت تبرير؟ ليش ما التمست العذر لمن قبل شوي احنا قلنا سواء نائب الفاضل السابق عبد الله الرومي واخرين الان يدعون للمشاركه، ليش ما تلتمس لهم العذر؟ لا لا لا، انا قلتها قبل شوي، انا احترم حق كل شخص. انت قلت انتهاك للدستور راح يكون. نعم، انا اقول لك ان مجرد برايي، هذا رايي
ولا زلت عند رايي انما اللي بيشترك يشترك، واللي بيصوت يصوت، واللي بيقاطع يقاطع، ما صادر حق الاخرين. انما انا لما تكلمت عن المراسيم الضروره اللي اصدرت سنه 99 جبتها كسابقه برلمانيه، الحكومه صدرت القوانين واحنا رفضناها كلها، كل القوانين كل المراسيم اللي اصدرت في 99 اثناء الانتخابات فترة الحل كلها الغيناها لسبب بسيط، وهو ان احنا ما نبي نعطي الحكومة سلطة التشريع خلال هالفترة هذه. انا اعطيك مثال، الان قوانين الرياضة اصدرت بمرسوم ضرورة، شنو الضرورة فيها؟ وين الضرورة في مرسوم الرياضة؟ ما في مرسوم، ما في ضرورة، مثل ما الدوائر ما فيها ضرورة. فاذا قضية مبدأ اساسي، احنا لما نتكلم نحطها بهذا المقياس. اما قضيه هل تجد العذر اليوم بطارق بشكل واضح، هل تجد العذر اليوم لمن يؤيد المشاركه في هذا في هذه الانتخابات تحت مرسوم الضروره، بغض النظر عن النتيجه سواء صوت على اسقاط هذا المرسوم او لجأ الى المحكمه الدستوريه، كما وجدت العذر لمن مارس نفس الحق في 99؟ منهم مارس وين 99 99 الغينام كلهم، احنا الغيناها كلها. لا انا اقصد اللي وافق على مرسوم الضروره. أيه؟ اللي وافقوا على مرسوم الضروره في ذاك الوقت وانت قلت انه ليس كما طلب الحق. انا ما وجدت لهم العذر. لا عفوا انا ما وجدت العذر لهم، انا ما دافع عنهم، هم رجال سياسه قادرين يدافعون عن نفسهم. انا بس والله حقوا واخطاوا. والله اخطاوا، انا لما حين اقول لك اخطاوا، نعم هذا رايي اخطاوا، لان هم متحمسين لموضوع المراه وحنا كلنا متحمسين. انما مو من خلال مرسوم ضروره، احنا نقول لك القانون ما يصدر من خلال مرسوم الضروره الا في حاله الضروره القصوى. نعم انما المراه والشركات وغيرهم مثل الرياضه، الحين قانون الرياضه ما في ضروره، لا توجد هناك ضروره. لذلك انا لا ما انا انا اقول نعم اخطاوا، لكن ما ولا دافع عنهم. طيب انما في شغله اساسيه اقول يمكن عندهم عذرهم ذاك الوقت، ماني عارف شنو هم عذرهم، وهذا اللي حصل. طيب النائب السابق الفاضل مرزوق الغانم ذكر في بيانه اللي نشر امس، التصدي لتعديل قانون الانتخاب ومعارضته امر مشروع لكل مواطن، شريطه ان لا يكون بمخالفه القانون وانتهاك الدستور تحت شعار المحافظه عليه والدفاع عنه، يكون من خلال القنوات الدستوريه، اما بالمشاركه ورفض المرسوم من داخل المجلس، اما المسلك الاخر فهو اللجوء الى المحكمه الدستوريه للفصل، وهو الطريق الذي ذكر مرزوق الغانم بانه راح يسلك. احنا يمكن اسهبنا في جزئيه ان انت تقول المجلس القادم لا تعول عليه للاسباب اللي ذكرتها قبل شويه، انه نعم. راح يسقط هذا المرسوم، ليش ما لجأتوا للمحكمه الدستوريه؟ او هل تنوون اللجوء للمحكمه الدستوريه مثل ما راح يسوي مرزوق الغانم بدل المقاطعه والنزول الى الشارع؟ شوف يعني هذا طبعا الاخ مرزوق هذا رايه، والواحد لازم يحترم رايه، انما قضيه اللجوء للمحكمه الدستوريه الان في اكثر من طرف يحاول انه يلجأ المحكمة الدستورية. طبعاً اللجوء للمحكمة الدستورية لجوء طريق شائك شوية، الشخص الفرد اللجوء المباشر للمحكمة الدستورية يأتي إما عن طريق الحكومة أو مجلس الأمة، هذا بالطريق المباشر. الأفراد ما لهم حق اللجوء للمحكمة الدستورية مباشرة إلا عن طريق دعوة أمام منازعة منظورة أمام المحاكم. فهمت شلون؟ يعني اعطيك مثلا قانون تجمعات لما جت المحكمه الدستوريه والغته. طيب. كانت بمناسبه ان احد المواطنين وجهت له تهمه بمخالفه قانون التجمعات. فراح محكمه الجنح طعن هذا، وبالمناسبه هو المحامي اللي هو الاخ الاستاذ حميد السبيعي. فطعن بعدم دستوريه قانون التجمعات. فالمحكمه وقفت نظر الدعوة وحالتها المحكمة الدستورية، وهني المحكمة الدستورية كانت مختصة. فإذا اللجوء للمحكمة الدستورية ما يكون بالطريق المباشر، وطريق أنت ذكرت أنه هو طريق شائك، لكن هم قاعد يقولون إحنا في النهاية كونه دستوري راح نلجأ إلى هذا الدستور، إلى هذا الطريق. حق طبعا إحنا بالنسبة لنا المحكمة الدستورية راح تلجؤون أنتوا إلى المحكمة الدستورية، أو مشاري العصيمي هل سيلجأ المحكمة الدستورية أو سيحث والله أنا المقاطعين أنا على اللجوء أنا للمحكمة الدستورية؟ بالصدفة مثلا بالصدفة أمس أتكلم مع بساحة الإرادة، أتكلم مع الأخ صالح الملا، وعرفت أن له نية
انه يقدم، ذكر اليوم انه هو ايضا انه يقدم فكانت رايي، كان رايي له يعني انه يجب ان تروى، ويجب انه يكون صحيفه الطعن بعدم الدستوريه يعني معده اعداد جيد عشان نضمن يعني ان احنا راح نكسب القضيه. انا يعني كنت ابي اكفل على هالجزئيه، لكن انت ذكرت نقطه مهمه، عشان نضمن ان نكسب القضيه. وانت قبل شويه اشدت بموضوع قرار المحكمه الدستوريه. اذا لجا صالح الملا، النائب الفاضل السابق صالح الملا، مرزوق الغانم واخرين الى المحكمه الدستوريه في موضوع مرسوم الضروره، نفرض فرضيات الحين احنا، نعم، والمحكمه الدستوريه اكدت على موضوع مرسوم الضروره بانه دستوري سليم، كيف راح يتعامل مشاري العصيمي مع مرسوم الضروره هذا؟ يعني خليني اقول لك شغله واحده، انا بجوابك المعتاد بدون دبلوماسي. لا لا لا، ماني دبلوماسي، يا ريت انا دبلوماسي. انا ماني دبلوماسي. شوف، احنا نؤمن بتطبيق الدستور ونؤمن بفصل السلطات، ماشي؟ فانا قلت لك يعني في طريقين، طريق اللي يقولون روحوا المجلس، المجلس خلصنا هذا منه، لا تعول عليهم انت ولا شخصيا، وانا هذا فاقد الامل منه. طيب، واقول لك مستحيل. طيب، المحكمه الدستوريه، المحكمه الدستوريه احنا نثق في قضائنا، ونثق في تشكيله المحكمه الدستوريه من الشباب ومن الرجال اللي موجودين فيها. وانا اقول لك يعني بعد مرسوم 2012 وبعد الغاء قانون التجمعات، المحكمة الدستورية استردت سلطتها في الرقابة على القوانين. جيد. وهذا التوجه الجديد للمحكمة الدستورية، وحنا إذا حكمت ما عندنا مشكلة فإذا حكمت المحكمة الدستورية بدستورية مرسوم الضرورة بتقليص عدد الأصوات إلى الصوت الواحد، راح توافقون. مالنا سلطة احنا نوافق ولا نعارض. في بعض يعني بعض النشطاء السياسيين النواب السابقين قالوا إذا المحكمة الدستورية ما حكمت ببطلان مرسوم الضرورة راح يستمر التصعيد، لن نقف عند هذا الحد. شوف، خليني أقول لك شغلة باختصار، أنا بطلع فاصل. في افتراضين، افتراض أن المحكمة الدستورية ما راح تقول لك مرسوم الضرورة هذا دستوري، مستحيل. هذا كله قاعد يفرض فرضيات. لا لا، ما راح تقول. ليش تقول؟ تقول والله هذا تقديره عند سمو الأمير وتحت رقابة مجلس الأمة، فإذا ما راح تقول هذا دستوري، لأن إذا تطرق قالت كذي هذا يعني يؤكد في النهاية حق سمو الأمير في هذا تقول تحت رقابة. طيب، مجلس الأمة. لا، بتقول لك أنا مو مختصة. طيب، هذا تحت الفرضية الأولى. الفرضية الثانية، الفرضية الثانية تحكم بعدم الدستورية إذا يعني ما فيه. إذا الآن قالت والله هذا اختصاص الأمير، إذا هي سلطة تقديرية، ولكن عنصر الملائمة غير متوافر. وإذا وهني لكل حادث حديث. وإذا حكمت يعني، وإذا حكمت بالدستورية، ما تحكم بالدستورية. إذا أنا قاعد أفرض فرضية، ما راح تحكم. إذا ما راح تحكم واحد بالواحد بالمية. لا تعطيني فرض مو موجود. أنا أقول لك المحكمة الدستورية إذا تطرقت الموضوع راح تبحث وين شرط الضرورة، وما راح تقول إن الضرورة موجودة. هي إما أن تقول إن والله هذه سلطة لسمو الأمير تحت رقابة مجلس الأمة يقدر فيها عنصر الضرورة أو لا، هني توقف، أو تقول والله إذا صار هذا السيناريو شنو اللي راح شلون راح تعطوني إياه؟ هني إذا حنا صار هذا السيناريو، طيب، هني في عنصر ملائمة. هل من الملائمة إن الحكومة تصدر قانون تعدل فيه الدوائر وتفصل، مرة ثانية وتفصل على مقاسها لمرسوم في هذه الحالة راح تستمر الأزمة، في هذه الحالة راح تستمر الأزمة، ما راح ننتهي احنا. طيب، ما راح ننتهي. انا مضطر اني انتهي عشان اطلع فاصل، وبعد الفاصل راح نعرج بشكل سريع فيما تبقى لنا من الوقت على بعض القضايا السريعه في المشهد الانتخابي على المنصه. معك بطارق، خلكم معنا. أورد الخطاب الأميري في بداية صفحاته الأولى عن شجب الكويت لقضايا الإرهاب العالمي، واللي مع الأسف نحن كعرب ابتلينا فيه واتهمنا فيه. والأخ الرئيس، كلنا بالتأكيد ضد
الإرهاب بكافة صوره وضد الزج بالمواطنين الأبرياء وبالأرواح البريئة تحقيقاً لأغراض سياسية. هناك إرهاب شخصي وهناك إرهاب حزبي وهناك إرهاب عصابات وهناك إرهاب دول، وإرهاب الدول يتضمن على رأسها الكيان الصهيوني الأخ الرئيس وزعيمهم شارون صاحب مذبحة صبرا وشاتيلا الأخ الرئيس. هذه هي العدالة. العدالة أن نرى أو أن نحكم على أي عمل إرهابي مهما كان موقع صاحبه، ومن باب أولى إن كان ذلك الإرهاب هو إرهاب الدولة، هو الإرهاب الرسمي الذي مع الأسف الدول الغربية أغمضت عينها عن ما يحدث في فلسطين وعن ما يحدث لشعبنا العربي في فلسطين المحتلة وعن الجزار الأكبر شارون وعصابته. حياكم الله مشاهدينا الكرام. بطارق، خلينا نعرج الآن بشكل سريع على بعض القضايا المطروحة الآن على الساحة. قضية النزول إلى الشارع وتحديدا فيما يخص موضوع المسيرات أحدثت أيضا نوع من الجدل، بعض اعتبرها قضية تحت مظلة الدستور، البعض اعتبرها مخالفة للدستور. شارع العصيمي، كيف ترى قضية النزول في مسيرة كرامة وطن واحد، مسيرة كرامة وطن اثنين، وهناك حديث عن مسيرة كرامة وطن ثلاثة قادمة؟ يعني خلينا نتكلم أولا عن حرية التعبير وعن حق التجمل. هذا حق دستوري بحت، لا خلاف عليه، والدستور يعطي كل مواطن الحق أن يعبر عن رأيه بالطرق السلمية. جميل. نيجي الآن إلى قضية أساسية، يعني قانون التجمعات تم إلغاء 15 مادة منه عن طريق المحكمة الدستورية. فلذلك يعني كثير من النصوص اللي الحكومة مستندة عليها أنه تم إلغاها من المحكمة الدستورية. هذا موضوع. موضوع الآخر وهو أن يعني مقابلة هذا التجمع بهذا العنف من قبل الحكومة قبل ما أروح حق العنف، النزول إلى الشارع في مسيرة دستوري أم غير دستوري؟ يعني خلينا نقول قانوني أم غير قانوني عشان أكون أكثر دقة. هو الدستور قبل ما أروح حق موضوع العنف، الدستور فرق بين اجتماعات الخاصة وبين اجتماعات العامة. اجتماعات الخاصة قال لك ما حد يقرب صوبة. طيب. تجمعات قال وفق القانون. طيب القانون قانون التجمعات، فالقانون التجمعات في عشاء عن المسيرات يجيزها، في عن المسيرات، ولكن موضوع فض المسيرة والتظاهرة الفقرة فيها في المادة 14 من قانون التجمعات تم إلغاء من قبل المحكمة الدستورية. فلذلك يعني فأكو قانون قدامنا ما يجيز للمسيرات، صحيح؟ القانون ألغته فيما يتعلق المسيرة يجب أن تكون فيها ترخيص. طيب ماشي، ما صار ترخيص. إيه؟ إنما إحنا نفرق بين قضيتين، المسيرة لازم يكون فيها ترخيص، وموضوع فض التظاهرة بالقوة هذا المحكمة الدستورية تم إلغاء. طيب مرة ثانية، إذن هي لازم المسيرة ترخيص. لازم ترخيص وما صار ترخيص، فبالتالي هل تعتبرها قانونية أم غير قانونية؟ هل لهم حق أن ينزلون للشارع في مسيرة كرامة وطن أم ليس لهم أنا الحق؟ أنا من أنصار التجمع في ساحة الإرادة. طيب. وأنا أمام استخدام الحكومة للعنف المفرط، وجابوا قوات الطوارئ وحرس الوطني والجيش، ايش دعوه؟ ايش صاير؟ ما ذولي مواطنين شباب، مو قالوا احنا ما راح ننزل هذا كله، حقهم يعبرون عن رايهم. هم قالوا احنا ما راح نسوي هذا كله يعني لو القضيه كانت محصوره في قضيه ساحه الاراده، لكن صار هناك حسب كلام الداخليه وحسب كلام الحكومه صار هناك تحدي للقانون ونزلوا الى الشارع حسب كلامهم. مهما كان منظر الجيوش، منظر رجال الامن، منظر الاليات العسكريه اللي كانت موجوده، يعني منظر رهيب، مش مفهوم ما يكون في دولة ديمقراطية. بيان وزارة الداخلية اللي طلع تعليقا على اللي صار في مسيرة كرامة، ضبط عناصر مندسة في المسيرات ورؤوس التحريض والعنف والشغب والإثارة، ما تعتبر هذا الكلام دقيق؟ أنا قلت لك يعني ما بين شيء، هم قالوا ضبطهم، وين راحوا؟ وين حولوهم محكمة وشيء؟ ما طلعوهم وسائل الإعلام، ما شفنا شيء. لكن أنا أقول لك أنا ماني من أنصار المسيرات، أنا
من أنصار تجمع في ساحة الإرادة حتى أنا الأسبوع اللي فات. طبعاً أنت مو من أنصارها، ليس اعتراضاً على أصل المسيرة لكن لأنها غير قانونية. لا أنا أقول مو عن قضية غير قانونية، يعني هي الترخيص يجب الحصول على الترخيص، فهمت شلون؟ لكن مو معناها أن إذا ما في ترخيص أن يقابل بعنف اللي شفناه إحنا، كأنه يعني غازات مسيلة للدموع وماء حار ومش عارف إيش. المحامي نواف، المحامي الفاضل نواف الياسين صرح وعلق على هذا الموضوع، أن تخرج المسيرة من دون إذن فهي مسيرة غير سلمية وفيها اعتداء على النظام العام الذي يجب على الدولة الدفاع عنهم باستخدام القوة، أنت تطلب ذلك، والمسيرة السلمية هي التي تحصل على ترخيص من السلطات المختصة، ما قدم هو إخطار أي إعلان وليس طلبا للترخيص. والله هذا رأيه، بيقول كل واحد ونحترم رأيه، لكن أنا أقول يعني ما لازم الدولة رأيه يتفق مع رأيك في قضية موضوع الترخيص، وجوب الحصول على ترخيص. ما أيوة، بس لما يضيف أنه يجب استخدام القوة احنا ما نحبذ هذا الطريق. طيب. وانا اقول ما في دولة ديمقراطية في العالم تستخدم القوة المفرطة بالشكل اللي شفناه احنا، فهذه سابقة خطيرة بالكويت. هذول شباب طالعين، اخذهم الحماس واطلعوا، خلهم يعبروا عن رأيهم، لكن بالنهاية انا كان نصيحتي لهم ان تجمع في ساحة الإرادة. وانا نعم، في الاسبوع اللي فات في تجمع ساحة الإرادة كان لي كلمة قبل لا أبدأ كلمتي، وجهت رسالة للشباب، حثيت على موضوع السلمية حثيت نعم تجمعنا سلمي مثل ما تجمعنا سلميا نفترق سلميا، ووجهت لهم حوادث الدهس اللي صارت حسب ما وزارة الداخلية استندت لها وبعض وسائل الإعلام استندوا لها، هل تعتبرها تصرفات فردية صارت؟ عفوا أنا يعني وجهت في كلمتي نداء للمواطنين اللي كانوا موجودين، قلت لهم ترى أهم شيء نحافظ على علاقتنا مع رجال الأمن، هذول إخواننا، هذول أبنائنا، وبالتالي يجب جايين لحمايتنا، وبالتالي يجب أن احنا نحترمهم ولمسهم. طيب. وفعلا يعني التجمع اللي تم في ساحة الإرادة، في ساحة الإرادة كان تجمع غير مسبوق في تاريخ الكويت، ودخلوا الناس بكل هدوء. غير مسبوق من أي ناحية؟ من ناحية العدد. كم العدد كان؟ والله ما أعرف، بس أنا اللي كنت لأن بعض المشاركين يعني صحيفة القبس تحدثت عن وصول حسب استنادا إلى كلام وزارة الداخلية إلى ما يقارب 50,000، والمنظمون تكلموا أن العدد ناهز 200,000. أنا والله بالحساب ما أعرف، لكني قاعد أشوف تعتبر رقم غير مسبوق. أنا أقول كان يعني تجمع غير مسبوق في تاريخ الكويت، نما الحلو فيه التجمع الوجه الحضاري الكويت، ناس تجمعت اللي يختلف على اللي صار في المسيرات، تجمعت اللي يختلف على اللي صار في المسيرات. نعم اختلف. طيب. تجمعت بسلم وافترقت بسلم، ومروا أمام رجال الأمن بكل تجهيزاتهم. طيب. وكان في تحيات وتبادل تحيات بينهم وبين وبالتالي أنت تناشد المنظمون لهذه المسيرات والتجمعات أن مسيرات كرامة وطن يعني تنتقل إلى ساحة الإرادة. أنا تمنيك. أنا أناشد المواطنين وأناشد جهزة الحكومة أن استخدام العنف شيء غير مقبول، بالمرة غير مقبول. طيب. العنف أبداً، يعني ممكن أنت من خالف القانون توديه المحكمة، أما قضية الغازات المسيلة للدموع والقنابل الحارقة ومش عارف إيش، ما تجد لها أي تبرير حتى وإن كان مخالفة للقانون، لا يمكن تبرر، ولهذه ما تكون في دولة مثل الكويت. مبدأ خطير وسابقة خطيرة ولا يمكن. كانت عندنا على المنصة قبل أيام مرشحة إدارة الثالثة صفاء الهاشم، واستندت أن هناك دول عريقة في الديمقراطية استخدمت نفس الأسلوب، ومنها بريطانيا يعني استخدمت الغاز المسيل للدموع واستخدمت العنف. لا لا. واستندت إلى كلام رئيس الوزراء البريطاني بأن إذا كان الأمر يتعلق بالأمن القومي للبلد فهذا خط أحمر. لا لا، وإن أدى لاستخدام العنف. لا 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 لا. لما رج أول شيء المواطنين اللي طلعوا حقيقة ما استخدموا عنف، اللي حصل في بريطانيا راحوا كسروا المتاجر واقتحموا مباني عامة ومش عارف إيش. نعم هذا هني عملية تخريب، هني يجب أن تواجه بعنف. إنما إذا كان مواطنين قاعدين، بينوا لنا مرة في واحدة من المحطات عند الأبراج واقفين المواطنين ورجال القوات الخاصة، وهم المواطنين يهتفون سلمية ورجال القوات الخاصة جايين وفرقوهم بالقوة. هني استخدام العنف بدون مبرر. طيب. أما قضية اقتحام
المباني العامة، اقتحام المحلات، التكسير، السرقة، هذه طبعا مخالفة للقانون. الحديث اللي أيضا انتشر خلال الفترة القليلة الماضية بأن هناك تدخلات خارجية قاعدة تصير فيما يخص المشهد الكويتي، البعض وجه اتهامات واضحة وصريحة تحديدا لتيار الإخوان المسلمين بأنه هو من قاعد يقود هذا الحراك من خلف الكواليس، كيف ترى الأمر بصراحة؟ شوف شوف شوف، هذه وسائل الإعلام الحكومية اللي محسوبة على الحكومة. شوف أنا أقول لك، أيام أنا بنذكر أسماء، لا لا لا، أيام الخطيب وأيام القطامي قالوا هذول قوميين من ربع عبد الناصر، وبعدين قالوا هذول شيوعيين، خوفوا الناس منهم، فهم شلون؟ خوفوا الناس من قضية الخميني، وأنه يبي يجيب وينشر تصدير الثورة، تصدير الثورة ومش عارف إيش، واللي صار القضايا اللي صارت. الآن قال لك والله قطر قاعدة تدخل، قال لك والله الإخوان المسلمين قاعد يدخلون بالكويت. إحنا نقول أهل الكويت مو كذي، وأهل الكويت مستحيل إنهم يفرطون بوادهم، مستحيل يخونون بلدهم. كل كويتي شريف اللي يقول هالكلام عليه إثبات هالكلام، لأن هذا كلام خطير 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 جدا، تخوين المواطنين إحنا ما نقبلها ولا يمكن السكوت عليها. اللي عنده مستند يقدمه، وحنا أول من يقف ضده، أول من يقف ضده. طيب أنا ما أقول لك شغلة، هذا فيما يخص، هذا فيما يخص الداخل. ما تعتقد فعلا أبو طارق أنه هناك تدخلات خارجية تسعى لزعزعة المشهد المحلي، زعزعة الديمقراطية في الكويت تحقيقا لمصالح معينة؟ يعني خليني أقول لك شغلة واحدة، اليوم من بدأ في هالشغلات هذه؟ صدور المرسوم هو اللي سبب هالزوبعة. لو ما صدر هالمرسوم، لو الحكومة قدمت تعديلاتها حسب القانون القديم في داخل مجلس الأمة، لا يمكن أحد يتكلم، لا يمكن أحد يعترض، لأن هذا حق الحكومة الدستوري. إحنا نتكلم عن قضية أساسية. اليوم في نفق مظلم بالبلد، يحتاج إلى حكمة، يحتاج إلى حكماء، نحتاج إلى إحنا نلم بعضنا. شلون نلم بعضنا؟ اليوم نائب الفاضل أحمد السعدون وجه دعوة للحوار، تؤيد مثل هذه الدعوة؟ نعم، حوار نعم، مع من؟ إذا نعم، أنتوا قاعد تقولون أن الطرف الآخر طرف حكومي وسيشارك في انتهاك الدستور، فهل هو حوار مشروط؟ عندكم شروط معينة لهذا الحوار؟ إحنا شوف، أنا شخصياً، أنا أولاً ماني من أحزاب سياسية، أنا شخص مستقل روحي، أتكلم بروحي، لكن شخص فاعل في المجتمع. والله الحمد لله، إنه يعني بس أقول يعني لابد من فتح باب الحوار، لابد من فتح قنوات. اليوم بالبلد مسؤوليتنا جميعنا، مسؤولية جماعية، مو مسألة والله أسرة حكم ولا حكومة ولا مجلس أمة ولا أحزاب سياسية. بالتالي أنت تؤيد؟ أنا أؤيد الحوار مع الجميع، أوجه رسالة، أوجه رسالة وأقول يعني اليوم الانتخابات راح تتم، في مقاطعة وفي توجه للمقاطعة داخل المناطق الحضرية، في توجه للمقاطعة بين شباب وبين رجال كبار بالسن، في أحزاب سياسية قاطبة ما عدا بعض الأحزاب اللي ما راح تقاطع، لكن معظم الأحزاب السياسية راح تقاطع، بعض القبائل الفاعلة في المجتمع راح تقاطع. طيب وين نحكم؟ وين نحكم على نسبة التصويت حسب ما قاعد يقولون؟ وين راح تصير؟ وين يقولون نسبة التصويت؟ إذا وصلت نسبة التصويت حسب كلام البعض إلى ما يقارب 30%، فبالتالي هناك تأييد لمرسوم الضرورة. يعني 30% من و70% وينهم؟ لا، 30% من اصل 50% اللي تم الاستناد لها في الانتخابات اللي طافت. اذا شلنا موضوع المقاطعين، لا لا، يبقى عندنا 30%. الانتخابات اللي فاتت 63%. 63 كم نصهم؟ والله عاد شايف احسبها، 31 خلينا نقول. اذا وصلنا ل 31 هذا ما يعتبر دليل حسب كلامهم؟ لا لا، انا هم الان قاعد يدللون ان اذا وصلنا 31%، لا، البعض قاعد يراهن ان سنتجاوز نسبة ال 31%. أنا مثل ما أنا تجاوزت الوقت المسموح لي، أنا ما أتكلم عن نسبة. انتهى وقت الحلقة بنص دقيقة، شنو الكلمة الأخيرة اللي وجهها مشاري العصيمي للمشاهدين؟ أنا الكلام اللي قلته إحنا راح ندخل في نفق مظلم، نحتاج إلى حكمة الحكماء، نحتاج إلى وعي الناس، ونحتاج إلى لم الشمل. اليوم هذه مسؤوليتنا وهذه بلدنا، وحنا كلنا جميعنا أسرة حاكمة. أنا أركز على الأسرة الحاكمة، أركز على الحكومة، أركز على المواطنين ووعي المواطنين، وأركز على القوى السياسية. أنا المخرج مو مخليني أركز لأن تجاوزت الحد المسموح لي. نائب الفاضل السابق مشاري العصيمي، كل الشكر لك على حضورك. شكراً.
الله يسلمك، على أمل إن شاء الله نلتقي معكم جدا إن شاء الله. إن شاء الله. شكر موصول لكم مشاهدين الكرام، موعدي معاكم يوم الأربعاء الساعة 10 مع نائب السابق صالح الملا، في أمان الله.